متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. كما تتابعون ونحن نتابع معكم لحظات حزينة وصعبة يعيشها، يعني لحظات حزينة وصعبة نعيشها ونحياها هنا في منطقة التجمع الخامس، حيث حضور لافت وبارز لكل نجوم الفن وأهل الكرة وأهل الكرة والسياسة، وحضور لافت للاعيبة المنتخب المصري وأيضا لعيبة نادي الزمالك. نتابع مع حضراتكم تفاصيل هامة جدا، وأولها بدأ العزاء، وكان العزاء البارحة في منطقة الحمدية الشاذلية برعاية المستشار مرتضى منصور. حضر العزاء، يعني لم يحضر أحد من الرياضيين ولكن حضروا من الجمهور. هنا العزاء الخاص بالأسرة في منطقة مسجد المشير طنطاوي، حيث تزامنا مع بدء العزاء كل نجوم الوسط الرياضي قد حضروا، وأهل الفن والسياسة وعدد كبير جدا من الجمهور. بتابع مع حضراتكم من أمام البوابة الرئيسية للمشير طنطاوي، نشاهد يعني حالة من حالات تكدس السيارات الخاصة بنجوم الفن بنجوم الرياضة، وأيضا حالة من حالات الحزن الشديد تبدو على وجوههم واضحة واضحة. الحكاية والتفاصيل خلينا أقول لحضراتكم متابعينا الكرام أنه مع البداية وصل الكابتن عصام الحضري، وكان في سيارته ابنه عصام الحضري وابنه، وبعد كده طبعا حصل يعني جاء كابتن أحمد شوبير، وحصل أنه جاء كابتن يعني لا ثواني أنا لايف دلوقتي بعد إذنك، يعني أنا بعد إذنك لايف، شكرا. جاء الكابتن شوبير وجاء عدد كبير جدا من نجوم الرياضة وأهل الفن والسياسة. نتابع مع حضراتكم اللحظات الأولى ل يعني بدء العزاء ودخول يعني المعزين. المسجد متابعينا الكرام، ننقل لحضراتكم، لدينا زميلنا داخل المسجد وهو أيضا ينقل مع حضراتكم هذه التفاصيل، ولكن خلينا نقول ونعيد ونزيد فيها ماذا يحدث داخل يعني مسجد المشير طنطاوي. هناك عزاء يقام في مسجد المشير طنطاوي، والناس كلها جاءت هذا العزاء وقررت طبعا ان هي تعزي عصام الحضري وشيتوس وكابتن كل كبات النادي الزمالك وايضا كل كبات النادي الاهلي، وبرعايه يعني يمكن شفنا سياره الميدو دخلت، والخطيب يقال لنا معلومات انه في الطريق الينا. يمكن متابعينا الكرام ونحن نسرد مع حضراتكم هذه التفاصيل، اذ على طول بنفكر في هذا اللاعب اللهم ارحمه واغفر له، وتوفى طبعا موتة صعبة جدا جدا، انك تموت مقهور مظلوم دون يعني ان تشعر فجأة كده وقلبه توقف مرتين، مرة من 4 شهور وقعد في المستشفى 30 يوم واكتر، مرة تانية منذ عدة ساعات او منذ يومان وتم دفنه. يقال اخبار كثيرة جدا عن حياته وعن قصته، انه كان لاعب خلوق هادي يعني يشبه محمد صلاح وابو تريكة. نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل، وكمان نروح نتابع معكم هذه التفاصيل، وكمان بنرصد بالصوت والصورة مجريات الامور خارج المسجد. هنا مسجد المشير طنطاوي، ونتابع معكم التفاصيل الاولى يعني العزاء وما فيه وما يحدث داخل المسجد. كان في عزائين، عزاء امبارح كان هو عزاء خاص ب يعني العزاء خاص ب عزاء خاص ب يعني المشير عزاء خاص ب المستشار عفوا مرتضى منصور، وفي عزاء ثاني يقام بعد النهارده او قبل عدة ساعات، وهو عزاء خاص ب يعني تفاصيل خاصة بالأهل وأسرة اللاعب، أهل وأسرة اللاعب، وأيضا عن تفاصيل وجودهم. ادعو له بالرحمة والمغفرة. متابعينا الكرام، كان هذا اللاعب يعني عملاقا في الأدب والأخلاق والاحترام، وكان هادئا وكان خلوقا جدا داخل الملعب وخارجه. توفي أثر توقف عضلة القلب الخاصة به مرتين، مرة من 4 شهور دخل على أثر العناية الفائقة أو العناية المركزة 40 يوم، وخرج
وركب يعني جهاز لتنظيم ضربات القلب. كنا خلاص قاب قوسين او ادنى ان احنا نشوفه في الملاعب تاني، ولكن خرج ليطل علينا ببعض الحاجات والتصريحات اللي تؤكد ان هو ظلم ظلم شديد في مشواره، وتؤكد ايضا انه تعرض لظلم كبير جدا. طبعا هذا الموضوع ما مرش مرور الكرام، والجمهور دعا له بالرحمة والمغفرة. ادعوا له بالرحمة والمغفرة متابعينا الكرام. يعني شوبير، كابتن احمد شوبير حضر، كابتن احمد شوبير كرر، كابتن احمد شوبير حضر الى مقر العزاء هنا في مسجد مسجد المشير طنطاوي. ايضا عدد كبير جدا من نجوم الكره واهل الفن والسياسه وجمهور العادي قد اتى الى هنا للدخول الى المسجد لعمل يعني نوع من انواع التعزيه له ولاسرته. ادعوا له بالرحمه والمغفره.